كتير مطورين كتير دخلوا مطورين دخلوا السوق. دخلوا السوق مشاريع كتيره مش لازم اقول ان هم جداد, هم ممكن يكونوا رجال اعمال بيفهموا كويس قوي وقدام عندهم خبرات وكل حاجه, لكن هم لقوا قدامهم مجال الدوله بتدعمه فهو بيروح يستثمر فيه. 22 هتتسم بارتفاع الاسعار, وده راجع ليه؟ ده راجع لعده اسباب. اولا زي ما احنا قلنا في الاول ان العديد من المدن الجديده بيتم طرحها في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. المشروعات القائمه في هذه المدن مشروعات تطوير عقاري, مشروع التطوير العقاري زي ما حضرتك فاهم بيبدا ان هو اول سنه بيبيع ب 10, ثاني سنه ب 11, 13, 15, 16, فاذا سعر المنتج العقاري هو طالع بطبيعته. يعني السبب الاولاني هو اقتراب تسليم مشروعات كتيره في السنه اللي جايه, فده بالتالي هيتبعه ان المطور بيزود اسعاره لان انا خلصت المشروع. وانا عامل دراسه الجدوى بتاعتي من الاول على كده, دراسه الجدوى للمشروع دايما بتعتمد على السعر التصاعدي عشان دايما العميل اللي بيشتري في الاول يحقق ربح. انت لو جيت عميل اشتريت النهارده سنه 2000 عايز 2002 يبقى سعر وحدتك عالي شويه. الشق الثاني ان حصل عندنا طفره الحقيقه في الاسعار, طفره في اسعار الحديد. يعني انا لو هتذكر مثلا من 6 شهور او من 7 شهور طن الحديد كان ب 10000 جنيه تقريبا او اقل من 10000 جنيه, النهارده ب 15 وشويه. الاسمنت كذلك, فبالتالي سعر المقاولين ده هيغلى لان الخشب المنتج اللي بيستخدمه غالي على سبيل المثال. كل حاجه غالية. توفير التمويل لشركات الاستثمار العقاري هل بيتم باحسن شكل ولا ممكن يبقى احسن من كده؟ تمويل شركات التطوير العقاري النهارده اصبح متاح, بس طبعا هي الفايده النهارده بالنسبه لشركات التطوير العقاري هي فايده عاليه, يعني هتحمل عبء زائد على المطور وعلى العميل. المطور النهارده حصوله على التمويل العقاري ليس باليسر اللي المفروض يتم في هذه الحاله اللي احنا فيها من التنميه العقاريه اللي بتحصل. طيب وبالنسبه لمبادرات التمويل العقاري اللي تمت في الفتره اللي فاتت, مبادره 3% على 30 سنه ومبادره 5% على 20 سنه, راي حضرتك ايه برضو في المبادرات دي وازاي هتنعش القطاع العقاري؟ والله المبادرات دي مبادرات جيده جدا, وانا بشوفها ان دي زي مبادره حياه كريمه بالظبط, ان هي بتمكن المواطن النهارده اللي نفسه ان هو يتحصل على عقار ويمتلك عقار ان هي بقت متاحه اليه النهارده بفايده 3% ومده سداد بتصل ما بين 15 و30 سنه, فدي اصبحت اجراءات بسيطه لان كل مصري يتملك, بتؤدي الى السلم الاجتماعي, بتؤدي الى الطمانينه للمواطن المصري, بتامن له مستقبله, لان العقار بالنسبه للمصريين ده هو الثروه الحقيقيه. انا النهارده مستثمر صغير ورايح لحضرتك مستثمر كبير من اكبر المستثمرين اللي موجودين في العاصمه, وعايز اخد نصيحه حضرتك, انهي استثمار بالنسبه لي يكون احسن او عائد بتاعه اعلى, الاستثمار في القطاع السكني او في المنتج السكني ولا التجاري ولا الاداري؟ لا انا هقول لك يعني بدون تفكير كتير السكني طبعا, لان الاداري والتجاري فيه ابراج, والابراج دي بيبقى لها تكلفه عاليه جدا. في النهايه احب اسال حضرتك ايه الرساله اللي تحب توجهها من خلال برنامج الجدعان ريل ستيت؟ الحقيقه احب اوجه رساله لشباب مصر. شباب مصر هم الثروه الحقيقيه اللي موجوده في مصر. أنا أتمنى أن جميع الشباب يقبل على التعليم, وأتمنى من وزارة التربية والتعليم مزيد من المدارس ومزيد من الجامعات ومزيد من المعاهد الفنية التقنية لجذب العمالة المؤهلة. فأتمنى للشباب من مصر كله التوفيق, وأتمنى لهم النجاح, وأتمنى لهم أن يبقى فيه شغف في العمل الفني. حسب تأكيدات النائب المهندس أحمد عبد الرؤوف الطيبي, الاستثمار العقاري آمن تماماً, ومجموعة القوانين العقارية الجديدة اللي بنعيشها مجلس النواب من شأنها ضبط منظومة الأداء في السوق العقاري وإعادة تنظيمه. تشاهدون بعد قليل ظاهرة الشقق الفندقية, هل يستوعبها السوق العقاري المصري؟